السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عدد من سلطان. إن شاء الله هذا الفيديو راح نسوي مراجعة لجهاز البلاك بيري الجيل 10 وأخيرا وفرنا الجهاز. طبعا أول شيء راح نتكلم عن الجهاز. طبعا الجهاز راح يكون كميات نادرة، راح تلقى يعني نادر ما راح تلقى جهاز. طبعا الله يديم عندنا سعر فوق شوي، يعني رافعين سعره. طبعا سعره هو 2599 اللي هي 2600 ريال، لكن عندنا في ناس مثلا يطلعونه من اكسيوم هنا ومحلات وموبايلي ويبيعونه بأسعار يعني خيالية شوي، 2900 3000 ريال، وبين يوم من الأيام وصل إلى 4500 في المرسلات، يعني معروف المرسلات كيف الأسعار. طبعا الحين هذا هو الجهاز. طبعا راح نشوف من الخلف، راح يكون هنا في لصقة، ومن الأعلى ومن الأسفل راح يكون فيه لصقات عشان نتأكد ان الجهاز مغلق. طبعا من الآن نشوف بلاك بيري باللون الأزرق من جنب اليمين، راح يكون فيه البن وبعض المعلومات، ومن جنب اليسار راح يكون فيه بلاك بيري، من تحت ما راح يكون فيه شيء، من الأمام زي ما انتم شايفين زد 10 وبلاك بيري. طبعا نقول بسم الله ونفتح الكرتون. طبعا هذا هو جهاز البلاك بيري زد 10، طبعا شغلته من قبل. طبعا زي ما انتم شايفين شاشة باللمس، يعني شيء جديد من البلاك بيري، وين تصميم صراحة يعني مقارب للايفون. طبعا شوف مستويات الكرتون، طبعا هذا اللي كان عليها البلاك بيري. طبعا راح تلقون في الداخل قسمين، طبعا خلينا نشوف القسم الاول او العلوي. طبعا تلقون تكتيبات التعليم، طبعا زي ما انتم شايفين بالانجليزي وباللغة العربية. طبعا اذا اشتريت يعني شيء عربي راح تلقاه باللغة العربية والانجليزية. طبعا نحط عليهم، وهذه كتيبات ثانية، يعني كرتون مليان كتيبات. وطبعا هذه سماعات البلاك بيري، طبعا زي ما انتم شايفين يعني تقريبا هي تغيرت عن اجهزة البلاك بيري اللي قبله، اللي هي مثل البولد والتورش، كانت سماعات شوية يعني شكلها سيء، يعني تعتبر شوية يعني اجمل، لكن هذا تعتبر مستوى راهي. طبعا زي ما انتم شايفين هذا مدخل الهيدفون، وهذا السلك يعتبر طوله كويس. طبعا زي ما انتم شايفين هنا في زر حق المكالمات والاقفال او تشغيل الموسيقى. طبعا احنا نبدأ عن سلك USB 2.0 إلى اللي هو مايكرو USB في جهاز البلاك بيري. طبعا راح تلقون بعض البطارية موجودة هنا، بس أنا شلت ركبتها في الجهاز من قبل لأن الجهاز مشغل. طبعا البطارية سعتها 1800 ملي أمبير، تعتبر يعني نفس يعني صارت البطارية سيئة يعني مقارنة ببطاريات الـS3 والأجهزة الثانية. طبعا في القسم اللي تحت راح تلقون رأسين، رأس ثنائي ورأس ثلاثي، تختار اللي تبغاه طبعا من السلك اليو اس بي وتشبك عليهم الجهاز. طبعا زي ما انتم شايفين الحين هذا هو جهاز البلاك بيري زد 10. طبعا نشوف تصميم الجهاز. طبعا من الأمام زي ما انتم شايفين مكتوب هنا بلاك بيري. طبعا راح يكون في مايكروفون، طبعا وهذه الشاشة مقاسها 4.2 انش. طبعا جوده الشاشة 1280 × 768، طبعا هي 356 بكسل، فهذا يعطي الشاشة ألوان جدا جميلة ورائعة، وطبعا الألوان توصل فيها 24 مليون لون. طبعا يعني شيء خارق صراحة الشاشة، ويعني صراحة من ناحية تجربة وضوح الصور والفيديوهات كانت جدا جميل ورائع. طبعا من الآن راح تلقى السنسور والكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل، وصراحة يعني كاميرا الزتن الأمامية والخلفية كانت جدا جميلة ورائعة، وتعتبر يعني من أقوى الكاميرات. طبعا هنا راح يكون أيضا فيه اللي هو مؤشر الليد. طبعا هنا السماعة، طبعا من الأعلى راح يكون فيه زر تشغيل وقفل شاشة الجهاز والهيدفون ومعنى تشغيل المايك. طبعا من الخلف راح يكون في الكاميرا مع الفلاش ليد، طبعا كاميرا 8 ميجا بكسل وتصور 1080 بـ30 فريم، والاماميه راح تكون 720 بـ. طبعا هنا زي ما انتم شايفين طبعا الملمس الخلفي راح يكون جلد، وراح يكون من
جدا جميل الملمس صراحة. تشوف علامة البلاك بيري طبعا من الأسفل راح يكون فيه السماعات، والسماعات راح تكون من أقوى سماعات الأجهزة المتوفرة حاليا، وصراحة هي تقارن مع سماعات الآيفون 5 وهي تقريبا مقاربة جدا من ناحية وضوح الصوت وقوته. طبعا من جهة اليسرى راح يكون فيه مدخل المايكرو اتش دي ام اي والمايكرو يو اس بي. طبعا من الجهة اليمنى راح يكون فيه زر رفع وخفض الصوت، وطبعا الغطاء الخلفي ينفتح زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو الغطاء الخلفي. طبعا هنا خدمة شامل ان اف سي زي ما انتم شايفين حديدتين. طبعا زي ما انتم شايفين هذه هي البطارية بسعة 1800 ملي امبير، تصمد تقريبا الى 7 أو 8 ساعات يعني بحد اقصى، يعني لو كان كرف ويعني كاو تستعمل البطارية راح تكون 7 ساعات، هي تقريبا يعني نفس بطارية الايفون 5. طبعا راح يكون هنا مدخل المايكرو اس دي. طبعا المايكرو اس دي راح الذاكرة الخارجية فقط الى 32، يعني ال 64 ما راح تدخل فيه. طبعا يعني تحت اقصى 32 جيجا، وذاكرة الجهاز الداخلية 16 جيجا. طبعا هنا مدخل المايكرو سم، لازم تشيل البطارية لما تدخل الشريحة، فهذا شيء يعتبر سلبي. وطبعا الحين راح نشوف سرعة تشغيل الجهاز. طبعا راح نقول بسم الله. طبعا مدة فتح النظام هي تعتبر شيء مو زي مثلا الاي او اس والاندرويد، يعني سريع جدا. طبعا نفس باقي اجهزة البلاك بيري مدة يعني تقريبا مدة تعتبر يعني تقارنها باجهزة البلاك بيري الباقية تعتبر هو يعتبر اسرع جهاز، يعني اسرع من البولد بشكل جدا كبير. يعني راح يكون معالج ثنائي النواة 1.5 جيجا هرتز، وطبعا الذاكرة العشوائية راح تكون 2 جيجا اللي هو الرام. طبعا زي ما انتم شايفين الحين هذه الحين الشاشة الرئيسية. طبعا الشاشة الرئيسية زي ما انتم شايفين لو نسحب اليسار راح تكون عندنا البرامج، صفحة البرامج كحد أقصى عندك تقريبا 7 صفحات. طبعا لو تسحب يسار راح يعطيك اللي هي تعدد المهام او المالتي تاسكينج. طبعا خلونا نقفل البرامج. طبعا هذا بي بي ام، لو نقفله لو نسحب على اليسار كذا والبرامج مقفلة راح يعطيك خدمة البلاك بيري هوب. خدمة البلاك بيري هوب بكل اختصار هي الاشعارات اللي راح تجيك راح يوصلك اياها بكل سهولة بدون ما تدخل على البرنامج. طبعا مثلا انت حاط حسابك في اليوتيوب وحسابك في تويتر وحسابك في فيسبوك والبلاك بيري والرسائل وكل هذه، فراح تلقائيا راح يجيك اي شيء جديد. جتك رسالة شيء جديد راح يجيك رسالة على البلاك بيري هوب فقط من خلال السحب. طبعا هي بالامكانك مثلا وانت في الصفحة الرئيسية او انت في داخل برنامج اي برنامج مثلا تسحب كذا من تحت لفوق راح يعطيك في الجنب اللي صار زي ما انتم شايفين الحين اللي هي مثلا زي انا شايف الحين عندك 6 رسائل في التويتر، 4 رسائل في الفيسبوك، و355 رسالة في الميل. طبعا هذا كمثال. طبعا مثلا لو طبعا حتى في البرامج ممكن تسويها. طبعا لو تدخل مثلا على اي برنامج وتسحب من تحت لفوق وتفوق راح يعني تطلع من برنامج بكل سهولة، طبعا بما ان ما في ازرار. طبعا راح يكون هذا تعدد المهام او المالتي تاسكينج. طبعا عندك حد اقصى 8 برامج، طبعا راح يعطيك صفحتين 8 برامج. طبعا هنا في اكس ممكن تقفل برنامج اللي انت فاتحه، اي برنامج تبغاه تقدر تقفله. طبعا هذه من ناحية الاشعارات. طبعا في البلاك بيري هوب ممكن لو تشوف هنا في الزاوية هوب او انك تسحب على اليسار كذا راح يعطيك الخدمات اللي انت مشغلها. مثلا هنا في الاشعارات البي بي ام هذه خاصة بالبلاك بيري ماسنجر، وهنا الرسائل النصية، وهنا الجيميل وهوت ميل الحسابات اللي انا مسجلها، وممكن تسجل حسابات على كيفك. طبعا هذه بالمختصر. طبعا اول ما تضغط على هوب راح يعطيك كل الاشعارات، ما مثلا لو تروح للبي بي ام راح يعطيك بس اشعارات البلاك بيري ماسنجر، لو تروح مثلا تويتر راح يعطيك بس اشعارات التويتر. فمثل كذا هذه خدمة البلاك بيري هوب. طبعا هنا عندك بحث وانشاء رسالة، وهنا بعض الاعدادات الزيادة. طبعا هذه من ناحية خدمة البلاك بيري هوب. طبعا
وكل يوم تسحب من فوق لتحت راح يعطيك بعض الخيارات اللي ممكن راح تفيدك الوصول السريع، كمثال الواي فاي، البلوتوث ممكن تطفيهم وتشغلهم، عندك المنبه ممكن تعين المنبه، ومن الاشعارات اللي هي الصوت ممكن تطفيه وتشغله حق الاشعارات، طبعا قفل تدوير الشاشه والاعدادات يعني بكل سهوله عشان تصلح. طبعا هنا في ازرار النظام، زر المكالمات والبحث والكاميرا. طبعا راح نتكلم الحين عن بي بي ام او البلاك بيري ماسنجر. طبعا زي ما انتم شايفين هذه هي واجهة البلاك بيري بي بي ام او بلاك بيري ماسنجر. طبعا راح تكون هنا في دردشات، واجهة الاتصال والمجموعات، وهنا في خيارات زيادة كدردشة جماعية وارسال اضافة شخص. طبعا هنا ممكن لما تضغط هنا راح يجيك التحديثات والدعوات، معليش، الدردشات وجهة الاتصال والمجموعات والدعوات الاضافات اللي جايتك والتعريفات. هذه من ناحيه البلاك بيري ماسنجر. طبعا ممكن تسحب كذا فوق وتطلع وتسكر. طبعا زي ما انتم شايفين هذه خدمه البلاك بيري ماسنجر بشكل سريع. طبعا عندك خدمه التنبؤ، وهي خدمه جدا جميله في الكيبورد. لو نروح لتويتر ونشوف ندخل على تغريده، طبعا لو تكتب مثلا حرف تبغى تكتب السلام عليكم، تكتب مثلا حرف السين، يوم تيجي تضغط على اللام تلقى فوق كلمة أو حرف اللام مكتوب كلمة سلام، تضغط على حرف اللام وترفع على فوق راح يكتب لك سلام بشكل سريع. فهذه خاصية جدا جميلة راح تسرع لك الكتابة يوم تيجي تتحدث مع شخص أو إنك تكتب رسالة. فهذه خاصية تنبؤ بصراحة يعني بلاك بيري أبدعوا فيها. طبعا عندك أيضا طريقة ثانية، مثلا تكتب مثلا سي أو خلينا نقول ألف ولام وبعدين مسافة ويكتب لك كلمة. هذه خاصية موجودة أيضا في بلاك بيري القديم، أجهزة بلاك بيري القديمة، لكنها لا يمنع أن نذكرها بما أنها خدمة جميلة. أيضا أنك تكتب مثلا ألف ولام بعدين تضغط مسافة راح يكتب لك كلمة، مثلا أنت تكتب السلام عليكم، تكتب سين ولام بعدين تضغط مسافة راح يكتب لك السلام عليكم. فهذه خدمة جدا جميلة في الكيبورد. طبعا تسويها من عند الإعدادات، تعلق على زر الفاصلة بعدين تلقى اللغات بعدين تضغط على إعدادات. طبعا بكل سهولة تقدر. طبعا بالنسبة للبرامج الجهاز، طبعا برامج الجهاز حاليا متوفرة البرامج، بعض البرامج المهمة نزلت طبعا بما ان المتجر جديد والنظام جديد، فهو شوي شوي راح يتطور البرامج لين توصل جميع البرامج اللي نظام الاي او اس والاندرويد راح ان شاء الله تنزل عليه. طبعا حاليا متوفر كمثال عندك الفيسبوك والتويتر والفور سكوير، البرامج يعني استعمالها كثير، و يعني زي ما انتم عارفين مواقع التواصل الاجتماعي هي من اهم البرامج المفروض تنزل على الجهاز. طبعا خلينا نشوف المتجر. طبعا هذا هو بلاك بيري الورد. طبعا زي ما انتم شايفين تصميم المتجر جدا جميل ورائع، وتقدر توصل للفئات بكل سهولة، يعني ما يحتاج انه معقد المتجر، لا المتجر جدا سهل وجميل. طبعا هنا في سيرش البحث والفئات، وهنا طبعا الخيارات. طبعا الخيارات هنا عندك اللي هي الكل عشان تشوف جميع البرامج. طبعا هنا الجيمز، وهنا الابس، وهنا ماي وورد اللي خاصة فيك حسابك. طبعا زي ما انتم شايفين في برامج فري، في برامج بفلوس. البرامج اللي بفلوس راح طريقة شرائها جدا سهلة عن طريق اي ماستر كارد او فيزا او عن طريق حسابك في الباي بال. طبعا طريقة جدا سهلة وجميلة وعليها يعني حرص جدا كبير ان طريقة الدفع. اول ما تجيش البرنامج لازم تدخل الباسورد، بعدين تكتب وافق على الشروط، اعطيك الشروط بعدين، وبعدين راح يجيك تحميل الدفع، بعدين راح يحمل لك اللعبين. طريقة جدا جميلة ورائعة. طبعا بالنسبة للبرامج اللي فري راح تقدر تحملها بكل سهولة، مثلا تروح تطبيق، هذا التطبيق كمثال مكتوب تنزيل، تضغط تنزيل وعلى طول راح يحمل لك وانتهينا. طبعا هذه من ناحية البرامج حقت الجهاز. بالنسبة لشاشة القفل، شاشة القفل جدا جميلة زي ما نشوف الحين، نطفي الجهاز ونشغل. هذه هي شاشة القفل، نشوف يعني تصميمها جدا جميل. طبعا من الجنب اليسار راح زي ما انتم شايفين خدمة بلاك بيري هوب اللي هي يعطيك الإشعارات، وهنا طبعا الساعة واليوم والتاريخ
والبطارية والبطارية في الأعلى. طبعا زي ما انتم شايفين في زر الكاميرا، طبعا أول ما تسحب على تحت أو تضغط راح يعطيك إنك تسحب الشاشة على فوق. طبعا أول ما تيجي فوق وتسحب على تحت شاشة القفل راح يعطيك الساعة. الساعة هذه طريقتها إنها توقف توقف الإشعارات وتوقف الصوتيات، يعني يوم تيجي تنام تسحب من فوق لتحت وراح يصير الجهاز الصامت، الإشعارات راح يحط على الصامت يعني ما راح يطلع أصوات. فيوم تيجي تنام تنزل على تحت وانتهينا، ويصير تنام بكل راحة. طبعا تقدر وانت شايف القفل تسحب كذا على فوق تطل يعني وتناظر، وتقدر ترده يعني على أي طريقة ممكن تشوفها. فهذا شيء جدا جميل شاشة القفل. طبعا بالنسبة لكاميرا الجهاز، طبعا هذه كاميرا الجهاز لو نشوف طبعا زي ما انتم شايفين هذه الكاميرا. طبعا هنا في الفلاش تقدر اذا كنت مطفيه تقدر تشغل المربع اللي فوق. طبعا انا مطفيه الان، لو شغلته ما راح تطلع لك العلامة اللي فوق. طبعا الفلاش زي ما انتم شايفين، وهنا نسبة الواجهة او العرض والصورة، وهنا طبعا طريقة التصوير والتركيز والكاميرتين تقدر تعدل بينهم. وطبعا هنا راح تلقى الكاميرا والفيديو وهنا التصوير بالزمن. طبعا التصوير بالزمن هاي جدا جميل. طبعا لو نحط الحين صور معي كذا كذا نشوف. طبعا زي ما انتم شايفين ممكن تحرك الصورة، يعني هذه وش فايدة الطريقة؟ ممكن مثلا اذا كانت في صورة جماعية وفي واحد تحرك ورجع بسرعة راح تقدر تحدد بينها زي ما انتم شايفين، يعني تقدر تختار احسن صورة فيها التركيز وان يكون مثلا واحد غمض بالغلط. فهذه شيء جميل جدا من ناحية التصوير، من ناحية الكاميرا. طبعا الكاميرا عليها تصوير ما شاء الله، وعليها تركيز طيارة ما شاء الله، يعني تعتبر أحسن كاميرا الآيفون. أنا أعتبرها كذا من ناحية التجربة، يعني لأني جربت كاميرا الآيفون. طبعا وضوح جدا جميل ورائع، فهذا شيء يميز كاميرا جهاز البلاك بيري. طبعا في شيء صراحة أنا أعتبر شيء سلبي في نظام البلاك بيري، هو أنك مثلا لو جيت تحت مثلا برنامج تويتر بعد طريقة الحادث يوم تروح للبلاك بيري المتجر البلاك بيري راح تلقاه مثبت عندك. فهذه الطريقة تعتبر شيء سلبي، فلازم أنت تطفي الجهاز وتشغله عشان يتم عملية الحذف بشكل صحيح. فهذا يعني مشوار تبغى تحذف البرنامج ولا شيء، يعني البرامج هذه فقط، يعني مشوار أنك تحذف برنامج وتطفي الجهاز وتشغله، فهذا شيء صراحة يضايق من ناحية الجهاز. طبعا معليش في اشياء نسيت اذكرها، مثلا سماكة الجهاز هي 9 مليمتر ووزن الجهاز 136 جرام. طبعا الجهاز جدا خفيف. بالنسبة لبطارية الجهاز، بطارية الجهاز تقعد معك كحد اقصى الى 7 ساعات او 8 ساعات، فهي ترى يعني ممكن يعني توصل لك 8 ساعات اذا هذا يعني مثلا تحط على جنب نادر ما تمسك زي كذا. لكن اذا كنت تشتغل بقوة ورسائل وزي كذا فراح يقعد معك 6 ساعات 6 ساعات ونص، يعني نفس بطارية الايفون صراحة تعتبر سيئة جدا. طبعا وجهة نظري الجهاز نظام جدا جميل وسهل وسريع، ما شاء الله جهاز زي تصميمه ولا اروع. طبعا بالنسبة للجهاز اللي يبغى يشتري، اي واحد مثلا مجرب البلاك بيري من قبل بولت او اي جهاز ثاني واشترى البلاك بيري صراحة راح يستمتع بشكل جدا كبير، لانه جدا جميل الجهاز. وانا اشوف ان اي واحد عنده بلاك بيري وانتقل للجهاز الزد 10 راح يستمتع بشكل كبير. طبعا بالنسبة للمستخدمين الجدد الجهاز صراحة جدا جميل، النظام سهل ما هو معقد، يعني ما هو زي مثلا نظام الويندوز فون 8 طبعا او الاندرويد، يعني في اشياء صعبة. فهو صراحة جدا جميل، وايضا تقدر بالنسبة يعني في ميزة ايضا مختلفة عن نظام الاي او اس ونظام الاندرويد، انك تقدر تحمل اي ملف او ترفع اي ملف موجود. وطبعا في النهاية انا اعطيه تقييم الجهاز 9 بسبب البطارية، وفي ايضا اللي مثل ما ذكرت لكم حلو البرامج. فالتقييم النهائي للجهاز 9 من 10. وطبعا اتمنى ان الشرح كان كامل عن جهاز البلاك بيري 10، واتمنى اني افدتكم عن جهاز البلاك بيري ونظام البلاك بيري 10. وهذا كان كل شيء عندي اليوم، ويلا يعطيكم الف عافية.